أكد سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة أن المواد الغذائية متوفرة في الأسواق وأن الوزارة تبذل جهدها في مراقبة ارتفاع الأسعار والمخالفات إن وجدت. من المواطنين والمقيمين أن السلع الغذائية متوفرة الحمد لله بكثرة، قمنا برصد السوق وشفنا أن جميع السلع الأساسية متواجدة، وأيضا كعادتهم تجار الأغذية التزموا بعدم رفع الأسعار في شهر رمضان والحفاظ على استقرارها، وإن شاء الله نتمنى للجميع شهر مبارك.